السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في نماذج لأسئلة وحل وزاريات سابقة لأسئلة مادة اللغة العربية. أول شيء هنا عندنا أسئلة وزارية على موضوع كان وأخواته. الرافدان نهران عظيمان، هذا تمهيدي جايب 2019، يقول المخلصون محترمون دور أول تمهيدي 2017، ذني جايات شوفوا الحل، نقول أصبح الرافدان نهرين عظيمين، ظل المخلصون محترمين، باتت النظافة صحة للجسم، أمست التلميذات الصادقات محبوبات، أمس الضيفان مسافرين، ظل الجيش سورة للوطن، كان المهندسين مبدعين، ظل العراقيون مستعدين للدفاع عن وطنهم، صارت الشجرات مورقات في الربيع، أصبح الرياضيون نشيطين، بات الحارسان يقظين في المعمل. أو يجي هنا مثلا احذف كان وأخواته من الجملتين الآتيتين وغير ما يلزم تغييره. يظل العراقيون مثالا للصبر والإيثار، العراقيون مثال للصبر والإيثار، كان سد مأرب أول سد في التاريخ، سد مأرب أول سد في التاريخ. مثلا بجملة مفيدة، ذهبت إلى مكتبة المدرسة، هنا معرف بالإضافة، يقول ذهبت إلى مكتبة المدرسة، هذا إذا يريد معرف بالإضافة. قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يقول ما تحته خط معارف بين نوعها، الصحف معرف بأل، الأولى معرف بأل، صحف إبراهيم معرف بالإضافة، شوفوا، وموسى اسم علم لمذكر. أجي هنا أنا مثلا اجعل المعرفة نكرة والنكرة معرفة في الجملتين وغير ما يلزم تغييره. اشترى الولد مجلة، يعالج طبيب المريض، اشترى ولد المجلة ويعالج الطبيب مريضا. إن الإسلام دين المحبة والتسامح، بناه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله برعاية إلهية في قلب مكة المكرمة، ومنها انتشر إلى كل مكان. أول شيء عندنا دين معرف بالإضافة، معرف بالإضافة لانضاف إلى المحبة. التسامح معرف بأل، محمد اسم علم لمذكر، مكة اسم علم لمكان، بغداد عاصمة العراق يجري دجلة فيها ويعيش أهلها بسلام على مر الزمن، بغداد اسم علم، عاصمة معرف بالإضافة، العراق اسم علم، دجلة اسم علم، الزمن معرف بأل. زين، عندنا أيضا هذا شاهد محمد مسرحية الأطفال مع أصحابه، ما تحته خط معارف بين نوعها، محمد اسم علم، مسرحية معرف بالإضافة، الأطفال معرف بأل. قال الشاعر محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. عندنا هنا محمد اسم علم، صفوة باعوا صفوة معرف بالإضافة، الباري معرف بأل، بغية الله معرف بالإضافة. زين، الاسم النكرة واستخرج، يريد استخرج واحد اسم نكرة، يا أما أجي أقول خلق أو نسم. زين، اجعل النكرة معرفة والمعرفة نكرة للجملتين الآتيتين، عالج الطبيب مريضا يزرع الفلاح الأرض، أقول عالج طبيب المريض يزرع الفلاح أرضا. عندنا أيضا هذا السؤال، مثلا الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في قلب مكة المكرمة، يحجون إليها كل عام. أول شيء عندنا الشريفة معرف بأل، قبلة معرف بالإضافة لأن مضافة إلى اسم المسلمين، إسماعيل اسم علم ومكة اسم علم لمكان. الكعبة قبلة المسلمين بناها إبراهيم وابنه إسماعيل، الكعبة اسم علم
قبل معرف بالإضافة، المسلمين معرف بأل، إبراهيم اسم علم. زين، عندنا الأسئلة الوزارية أيضا هنا، هاي قلناها. عندي بعد أيضا أسئلة، عندي هنا يقول أدخل ظل على الجملة الآتية واضبطها بالشكل: العلم طريق النجاح. نقول ظل العلم طريق النجاح. أدخل ظل على جملة العراقي مثالا للصبر، أقول ظل العراقي مثالا للصبر. أصبح الرياضي نشيطا، صار العمال ماهرين في العراق. لماذا نصبت ما تحته خط؟ هذا السؤال جاي، نصبت لأن كلمة ماهرين جاءت خبر لسارة، لأن سارة من أخوات كانت تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. يقول قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. استخرج اسم كان وخبرها. اسم كان هو كان مزاجها، مزاجها اسم كان، كافورا خبر كان. يقول ادخل على الجملة الآتية فعل يفيد النفي من أخوات كان: المسافر عائد، ليس المسافر عائدا. مثل بجملة مفيدة من فعل أخوات كان يفيد التحويل: صار الماء ثلجا. صار فعل يفيد، هنا شنو صار؟ هذا فراغ، يجيني يفيد التحويل. اعرب ما يأتي: أضحى العراقيون العاملون نشيطين. فأقول أضحى من أخوات كان، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبر لها، وأكتب بالبداية فعل ماضي. العاملون اسم أضحى مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، نشيطين نشيطين خبر أضحى منصوب علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. أمسى من أخوات كان فعل ماضي، من أخوات كان يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. العالم اسم أمسى مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، قرية خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أجي هنا قواعد اللغة العربية النكرة والمعرفة وأنواع المعارف. شوفوا هذه مثلا: تفتحوا، اجعل المعرفة بأل في الجملة الآتية: تفتحت الزهرة في الصباح. أقول تفتحت زهرة في صباح. اجعل كلمة معرف بألف الجمل الآتية نكرة: قل أعوذ. اجعل كل معرفة بألف الجمل الآتية نكرة: قل أعوذ برب فلق، كن عونا لذي الحاجة، ذي حاجة تصير. نجح الطالب مجدا، لا أقول إلا حق، زرت صديقا مخلصا. أو مثل هذا السؤال: كتبت رسالة إلى صديق، رجع الطلاب من سفرتهم، يجري نهر في العراق. فيقول ميز النكرة: رسالة نكرة، صديق نكرة، الطلاب معرفة، سفرتهم معرفة، دير بالكم سفرتهم معرفة. إذا اتصل أنا عندي الهاء أو الناء أو الكاف بالنكرة تصير معرفة. أي شيء يتصل بالنكرة من الضمائر يعتبر معرفة. يقول ما الفرق بين قرأت كتابا وقرأت الكتاب؟ قرأت كتاب نكرة لم يحدد أي كتاب، الكتاب هنا معرفة معرف بأل. أيضا هاي جاية: الكعبة قبلة المسلمين، بناها إبراهيم وابنه إسماعيل. الجواب: الكعبة اسم علم، قبلة معرفة بالإضافة، إبراهيم اسم علم وإسماعيل اسم علم. هنا عندنا: ذهبت إلى مكتبة المدرسة. شوفوا مثلا مثل بجملة مفيدة: إن هذا، قلناها هذه، إن لهذا في الصحف الأولى. أيضا هذه شرحناها. نجي هنا عندنا أيضا بعد، شوفوا أغلبها مكررة هنا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم اسم علم، الروع معرف بأل، البشرى معرف بأل، قوم
معرف بالإضافة، لوط اسم علم، دائما أسماء الأنبياء منيب نكرة، دائما أسماء العلم لا تخلوها ببالكم، أسماء الأنبياء هي أسماء علم، كل الأنبياء المذكورين بالقرآن هم أسماء علم، حتى فرعون وهامان وأي واحد بعد موجود ما جاي يخطر على بالي، يعني حتى فرعون هامان دولة أيضا أسماء علم. قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يقول ما تحته خط معارف بين عيسى اسم علم، مريم اسم علم، قول معرف بالإضافة، والحق معرف بأل. زين، هنا أنا عندي اعرب ما تحته خط، المجدون يفوزون، المجدون راح يكون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مثل بجملة مفيدة: مثنى يقع خبر للمبتدأ، الرافدان نهران. استخرج المبتدأ والخبر: العدل أساس الملك، عد العدل، علامة المبتدأ العدل، الضمة لأنه أساس الخبر، الضمة لأنه مفرد، الكتابان الألف لأنه مثنى، مفيدان الألف لأنه مثنى. استخرج المبتدأ والخبر وبين علامة إعرابه: المبتدأ الرافدان، علامة إعرابه الألف، نهران الخبر، علامة إعرابه الألف. أيضا عندي هنا علم العراق جميل، علم مبتدأ وهو مضاف والعراق مضاف إليه، وجميل خبر مرفوع. عندي هنا المهندسون ماهرون، الجواب المهندسون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وماهرون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هاي الوصية، وصية الإمام علي، تحفظون منها سطرين، ومن يقول لكم اكتبوا سطرين يعني مو تكتبون للحد هنا، لا، يقصد تكتبون حتى كما تحب أن يحسن إليك لهنا. زين، أيضا عندنا أبو بكر الصديق: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وأن أخطأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. يعني الحفظ لهنا، من يقول لي اكتب سطرين اكتب الحد الخيانة. زين، ايضا عندنا هنا البستاني، نشيد النزاهة، هاي انا انسان، ذني اللي لازم تحفظوهن، وموطني. وعندنا بعد مقدمة انشائية، راح اترك لكم اياها هنا، هاي مقدمة انشائية تصلح لاي موضوع. سامسك قلمي مستعينا بالله لاكتب على صفحات فضية كلمات ذهبية تشع بنور المعرفة بحروف لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم. والخاتمة: وفي النهاية لا أملك إلا أن أقول أن قد عرضت رأيي وأدليت بفكري في هذا الموضوع، لعلي أكون قد وفقت في كتابته والتعبير عنه، فإن أخطأت فأرجو مسامحتي، وأن كنت قد أصبت فهذا كل ما أرجوه من الله عز وجل. أيضا هذا يوم لا أنسى الإنشاء اللي عندكم، وعندي بعد ايضا نشرة جدارية، نشرة جدارية هاي موجودات، راح اخليكم اياها اني اسفل الفيديو. وعد الحديقة المدرسية: تربي اذواق التلاميذ وتروح النفوس وتنمي الاحساس. تخلي انت المقدمة بالبداية وبعدين تكتب هذه، حتى لو ما حافظها يعني تكتب من عندها معلومات عنها. الصديق هو الشخص الذي نحس بالسعادة والفرح إذا التقينا، ونشعر بالوحشة والألم إذا فقدناه أو غاب عنا، ويجب أن نختار أصدقائنا ونتجنب صحبة الأشرار. زين، هذا بالنسبة للصديق. هاي مصايف بلادنا. زين، هذا علم بلادي. وأيضا عندي هذا العراق وطني، هاي الإنشاءات المطلوبة. وبغداد عاصمة وطننا العراق أيضا، وهاي دجلة والفرات. هاي بالنسبة لبعض مهمات الأسئلة العربي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.